تيجي نتكلم على النيتروسليولوز اللي هو المكون الأساسي للسموكلس باودر، فقلنا هنتكلم عن البرايمر اللي هيقوم أصلا بإصدار الشرارة اللي هتحرق السموكلس باودر. وزي ما قلنا من شوية ان البرايمر is a chemical substance responsible for initiating the propellant combustion that will propel the projectile out of the gun barrel. فهو هيبتدي يطلق الشرارة اللي هتحرق الوقود الدافع، وبالتالي هتخرج المقذوف خارج ماسورة البندقية. طب ايه هي انواع المواد الكيميائية دي اللي بتستخدم كبادئ او تمهيدي؟ في انواع مركبات كتيرة، هنشوف منها ليد ستايفنيت اللي قدامنا ده، وكمان هنشوف البوتاسيوم كلوريت والميركوري فولمونيت. هنشوف دلوقتي تحضير ليد ستايفينيت. طبعا ده الاستراكشر بتاعه، وفي طريقتين للتحضير. اما ان احنا هنفعل الاستايفينيك اسيد مع ليد هيدروكسيد او ليد كربونيت، والطريقة التانية ان احنا هنفعل المغنيزيوم ستايفينيت مع الليد اسيتيت في مية، وهيترسب عندنا ليد ستايفينيت من الرياكشن بتاعهم. ده شكل الليد ستايفنيت بعد التحضير، وهنشوف دلوقتي ازاي بيتحضر، وهنشوف الشوك سنسيتيفيتي بتاعته قد ايه هي عالية. في الاول هيحضر المغنيسيوم ستايفنيت، بعدين هيحضر الليد نيتريت، وهيقوم بإضافة المغنيسيوم ستايفنيت قطرة قطرة للليد نيتريت، وبيبتدي على طول يترسب في المحلول الليد ستايفنيت اللي احنا عايزينه. بيفلتر المحلول طبعا وبيحصل على البريسيبتيشن. هيعمل هنا تجربة لحرق الليد ستايفنيت، وهنشوف السرعة اللي بيتحرق بيها. مجرد سبارك صغيرة انفجر على طول. وهنشوف كمان الامباكت تيست او الفريكشن تيست.